إذا قيل إن قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت يعارض في الظاهر قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، كيف ينفي عنه الهداية في قوله إنك لا تهدي من أحببت ثم يثبتها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ فقل هداية التوفيق، هداية الإلهام، هداية إيقاع وإيصال الإيمان إلى القلب، هذه لا يملكها إلا الله جل وعلا. فما هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمه، ولا نوح ابنه وزوجته، ولا لوط زوجته، ولا إبراهيم أباه، إنما الذي يثبت هنا من الهداية للبشر هي هداية التبيين والتوضيح والإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهد الناس هداية بيان وتوضيح. أما الثمرة، أما النتيجة، كون فلان يهتدي أو لا يهتدي، هذا بيد الله جل وعلا.